الصورة الثانية اللي هنعرضها دلوقتي صورة الفنان جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر تحب تبعت له رسالة تقول له ايه؟ جمال اقول له يعني وحشني الشغل معاك يا صديقي اللدود. فهو صديق لدود، جمال من اعز الاصدقاء، ولما في المشهد اللي انت شفته بيبرس يقتل قطز، الناس يعني كانت عايزة بتدور عليه علشان تقتله. سرك مع جمال عبد الناصر؟ يعني انت لما صاحبك الانتيم جمال عبد الناصر، اقرب واحد ليك جمال عبد الناصر، تحكي له كل حاجة؟ تفضفض معه كل حاجة؟ يعني يعرف عنك كل حاجة؟ الى حد كبير يعني. جمال مساء الخير، تعرف عن احمد عبد العزيز ايه يا جمال؟ اولا وحشتني جدا، وحشتني جدا يا جمال، ازيك؟ والحلقه دي اصلها كده ما شاء الله، يعني كل اللي فيها حبايبي بجد، يعني نورتنا. تحياتي لحبيبي احمد عبد العزيز وصديقي. مساء الفل يا استاذ. اهلا، مساء الفل يا حبيبي، وحشتني جدا والله. ازيك؟ قول لي بقى جمال، اسرار التي لم يعرفها احد عن احمد عبد العزيز. ما بلاش على الهوا، مش كله، مش كله، عشان ما تنساش برضو، ها، او هيروح البيت بعد كده يعني، ها. ما توقعناش بعض يا عمرو، يعني احنا على الهوا. فخلينا نتكلم. احمد صديق عزيز جدا واخ يعني قل ان يوجد مثله. ففعلا يعني بينا حكايات كتير جدا، وبقالنا عمر كبير جدا مع بعض من ساعة ما اشتغلنا واحنا مع بعض وفي الفرسان، واحنا اصدقاء واسريا وشخصيا ويعني انا سعيد طبعا بالصداقه دي وبالحب الاخوي ده. وانا مش عايز لو كلمت احمد، يعني انا مش عارف، مش عايزه ابدو يعني ان انا بجامل، لكن احمد على المستوى الفني فنان كبير واستاذ وصاحب مدرسه في الاداء ومثقف وواعي وفاهم وحد من المهتمين جدا 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 بكل تفاصيل المهنه الفنيه بشكل كبير قوي. على المستوى الانساني طبعا يعني انسان ابن ناس محترم خلوق، عنده يعني حدود في حاجات كتيره جدا، فده شيء ما عادش موجود، يعني اللي هو احنا بنفتقد دلوقتي تقاليد المهنه ومعايير الصداقه ومسألة الاخوه والتزاور الاسري والاهتمام بالاصدقاء والاتصال الدائم. قول لي يا جمال، نقطه ضعفه ايه؟ لا فنيا هو ما يحبش الحاجات اللي مش كويسه قوي يعني. وانسانيا هو شخص رقيق جدا. دمعته سريعه ولا من النوع اللي ولا يكتبها جدا؟ يبدو هو ان هو يعني شويه ماسك نفسه وبتاع وحاجات كده، لكن انا يعني ازعم او متاكد طبعا ان هو عنده العاطفه عاليه جدا واحسسه مرهفه جدا. يعني انا سعيد بوجودك معانا، بس ربنا امر بالستر يا جيم والله. ومش هسالك اكتر من كده عشان ايه امر ربنا امر يا بالستر. حبيبي يعني ده النهارده يوم جميل، عيد بجد يا رب يعني. خليك احمد والله العظيم، لان احنا بنتكلم على طول كل يومين ثلاثه بنتكلم، انما ما بنشوفش بعض زي الاول لظروف الكورونا والكلام ده. انما ان شاء الله يعني على اخر الشتاء اللي احنا فيه ده الدنيا هتروق وهترجع زي الاول وهنتخلص من هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. شكرا للنجم والفنان الكبير جمال عبد الناصر اللي نورنا واسعدنا النهارده.